على وضعية التدنيقة الرأس، يعني مثلا عملك يتطلب أنك تنزل رأسك، مثلا طبيب الأسنان مركز على منطقة معينة، منطقة صغيرة، مطول على هذه الوضعية، أو أيا كان جراح معين، أو شغلك على كمبيوتر تحتاج أنك مركز على منطقة معينة، هذا الشيء يسبب لك إجهاد في العضلات الموجودة في الرقبة، بعضهم يتحول الألم إلى منطقة الرأس اللي هو الصداع. طيب شو الحل اللي ممكن اتفادى هذه المشكلة؟ في تمارين ممكن نسويها تقلل من التشنجات العضلية الموجودة في الرقبة. إذا صار تشنج وأهملته ممكن يأثر على فقراتك، يسبب ضغط على الفقرات أو مشاكل انزلاقات غضروفية. راح أوريكم بعض التمارين اللي تساعد على تخفيف التشنجات العضلية. نشوفكم. التمرين الأول اللي ممكن أسويه هي ثلاث تمارين ممكن تسويها. التمرين الأول أحاول إني أرجع راسي للخلف، أرجع الدكن وأثبت 10 ثواني وأريح. 10 ثواني وريح. التمرين الثاني أحاول أحط يديني بهذه الوضعية، الثمس على برا اللي هو الأصابع الكبيرة، وبعدين أرجع يديني للخلف بحيث إني أضم الأكتاف للخلف وأثبت 10 ثواني وريح. 10 ثواني وريح. التمرين الثالث أحاول أحط يديني للخلف وأرجع الأكوع للخلف وألف وأثبت 10 ثواني وريح، و10 ثواني تزيد مرونة عضلات على الظهر وتقلل الحمل على العضلات الموجودة بالرقبة.